أول صفحة في الإمرجنس العادة تجميع الإمرجنس كله. أول صفحة في الإمرجنس تجميع الإمرجنس كله. وبالتالي لازم تبقى أول صفحة في الإمرجنس. كانت الحاجة في الإمرجنس هنشرحها هي أول صفحة. لكن إحنا هنروح دلوقتي ناخد حاجة حاجة من حاجات الإمرجنس وفي الآخر ناخد الصفحة التجميع في الآخر خالص. ناخد الاسترايدو. واحنا هنكتب على شابتر الامرجنسي من بره خالص كلاس ايه كلاس ايه مش كلاس كم كلاس ايه من اوله خالص هو طبعا شابتر صغير بالظبط كده مره واحد ومره اثنين وساعات بيجي السؤال الثاني يحتم شابترين يعني مثلا يبقى نيفرولوجي او هيماتولوجي وفي نفس الوقت هو جاي من الشابتر ده وبالتالي شابتر سؤال جدا ومهم جدا جدا لابعد الحدود. يلا سترايدر كلكم عارفين انه مع الاكسبيريشن الهواء بيطلع يعمل بوزيتيف بريشر هنا وعشان الهواء طالع يعمل بوزيتيف بريشر وهو طالع بيبوش lands away so the gap in expiration is wide but in inspiration في ايه negative pressure that pull the lands inside since the lands is very strong عشان اللانس بتاعنا قوي فمش بيكولابس بسهوله هو بيريزيست النيجاتيف بريشر during ايه inspiration ويفضل الطريق بيتر لكن لو لا قدر الله استجاب للنيجاتيف بريشر وراح لازق على بعضه كده والهواء عدى في المكان الرفيع قوي ده مالك النفس يعني هو ممكن يعمل اي حاجه غير ان هو يحط الموبايل في الحته دي لكن لازم يحصل الانترابشن فلو اللاركس استجاب وحصل كولابس مركزين معايا لو اللاركس حصل انه استجاب بقى ويك كولابس والطريق ده بقى ضيق جدا الهواء هو بيعدي بين الشريحتين الرفيعين دول اللي انتم شايفينهم هيحصل له فايبريشن ويطلع صوت It is like This is harsh inspiratory sound due to partial وليس complete closure of the vocal cord during inspiration هل الكلام ده واضح ولا لا؟ وفهمنا ليه ما بيحصلش مع الاكسبيريشن ليه؟ لأنه مع الاكسبيريشن the vocal cord get away from each other بيبعدوا عن بعض لكن مع الانسبيريشن يبان المرض قوي it is partial obstruction of the upper airway غالبا اتزلت في الفارنكس ممكن يكون السد هنا ممكن تكون السد في الفارنكس بس ده اشهر مكان اقرب لارج انسبيراتوري ساوند partial upper airway obstruction at the larynx or trachea ايه اللي يخلي الفوكال كورد الطريق اللي بينهم يضيق قالك غالبا inflammation viral infection of the vocal cord بيورمهم ويخليهم يقربوا في بعض اكتر يوم الطريق يبقى ضيق وهو ضيق اكتر during ايه؟ فنقوم نسمع inspiratory ولا expiratory sound؟ inspiratory طب اكتر حاجه تعمل كده ايه؟ infection and the most common is viral infection virus اسمه بارا انفلونزا فيروس وطالما كاتب عليه رقم واحد كده يبقى it is important لل MCQ الاتيولوجي of group او viral laryngitis فيروس اسمه بارا انفلونزا فيروس
صحيح الانفلونزا فيروس A والانفلونزا فيروس B والأدينو فيروس والريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. حتى عارف يعني ريسبيراتوري سينسيتيال؟ ريسبيراتوري دي واضحة RS for سينسيتيال ودي هناخدها في الريسبيريشن. سينسيتيال يعني سمول كارتز. وهذا الفيروس احنا بنسميه عاشق الألفيولاي اللي هو RSV ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. ده اسمه عاشق الألفيولاي. ده هو متسمي على اسمه. تسمي the virus of the small cavities of the respiratory tract. طب هو إيه the small cavities of the respiratory tract؟ ما هي إلا مين؟ الألفيولاي. هو مش أساسه هنا. أمال مين بيحب اللامس قوي قوي؟ البارا إنفلونزا فيروس. يوجوالي لما البارا إنفلونزا فيروس يجي للبوكال كورد ما بيروحش للبوكال كورد أول حاجة. كتير منكم قالوا نزلات برد قبل كده والناس بتبرد تبدأ الأول في صورة رشح وكف أو رشح ونبدأ نكح وجيلنا تزيق على صدرنا. usually bronchitis أو laryngitis أو tracheitis أو pneumonia بيجوا after attack of rhinitis ودي اللي بيسموها البرودروما. برودروما يعني مقدمة المرض. يوم يومين من الرينايتس وثالث يوم يجي الاسترايدر. مع الاسترايدر ده الولد عنده تورم في الفوكال كورد اللي بيتكلم بيهم. الفوكال كورد ده بيغير أصواتنا كلها فتلاقي الولد بيكح. حد عارف الصوت ده صوت ايه؟ صوت حيوان بيطلع من البحر كده يعمل الصوت ده ويمشي اسمه الفقمة. الفقمة فقمة الفقمة الفقمة واتفر يعني عارفينها كلب البحر يطلع يعمل كده من الماء وينزل. You didn't see this before. ما شفتوش حاجة حيوان عالم في البحر اي جيلة. حد عارف الصوت ده اسمه ايه؟ اسمه باركينج. وعشان كده سموا الكحة الغريبة دي باركينج كف. والولد ده طبعا مع سترايدر ومعاه كمان هارش ثانية واحدة هورسنس اوف فويس يعني بيتكلم بصوت مرحوح جدا وصوته مرحوح وعنده باركينج كاف وعنده فيفر. ممكن الأعراض تكون خفيفة لو على قد اللارنجايتس بس ممكن الحرارة تعلى لو الفيروس انتشر من اللارنكس إلى التراكية إلى البرونكال وساعتها تتسمى لارنجو تراكيو برونكايتس. يلا احنا قلنا الموضوع بيبدأ بالبرودروما والبرودروما دي يوم يومين رشح وبعد الرشح ده تلاقي الولد صوته راح مكبوت وعمال يكح كحه سميناها باركينج كف. وقلت لكم ليه سميت باركينج؟ باركينج هو صوت الفقمه تمام او كلب البحر وصوته بالظبط لايتس تمام. وبعدين بدا and this is the sound of strider مش عارف ياخد انسبيريشن. في الانسبيريشن في باركينج كف وطبعا طفل بالشكل ده هو اكيد مش عارف يطلع كلام فعامل هوس ان اوف فويس. جميل جدا. احنا كده عرفنا ان الموضوع ممكن يبقى خفيف لارنجايتس وممكن يبقى شديد جدا تراكيو لارنجو برونكايتس. نتفضل بقى حاجه في غايه الاهميه وهي انه انت قلت لنا يا دكتور ممكن الاوبستراكشن يكون احنا مستغربين. التراكيا يا جماعه ممكن تبقى فيري 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 نارو نتيجه بكتيريا انفكشن ودي اسمها اكيوت تراكيايتس. وساعتها بيبقى هنا ستاف او ستريب يعملوا صديد في الاير واي والاير واي بيدي اكتر مع الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ مع الانسبيريشن. فنقوم نسمع برضه انسبيراتوري سترايدر. لكن المشكله ان الولد ده بكتيريا تراكيتس بستاف وستريبت. بايه؟ بستاف وستريبت. حرارته اعلى ولا اقل؟ اعلى. عنده بلغم اصفر ولا لا؟ هيطلع صديد ولا لا؟ اذا ما نقدر افرق بين الاثنين بين الاكيوت لارنجايتس اللي بتيجي ما بين 6 شهور و 3 سنين. الله ليه؟ بتيجي ما بين 6 شهور و 3 سنين على ما تكون الانتيبوديز بتاعه الام خلصت في الست شهور الاولانيين اللي بتحميني من البارا انفلونزا فيروس. وبتبقى يا دوب بس عباره عن شويه رش فولود باي باركينج كف وسترايدر. غير بقى التراكيايتس. التراكيايتس فيها اكسس سكريشن فيها فيري هاي فيفر وتوكسيك مانيفيستيشن يعني بقول لك صديد جوه التراكيه توكسيك مانيفيستيشن. بكتيريال تراكيايتس سببها ستاف وستريب ممكن هيموفيلس انفلونزا. وطالما كاتب ستاف نمبر 1 يبقى دي جت من الام سي كيو. لاحظ ان انا بلفت نظرك للام سي كيو في الكتاب الا الارقام يعني كل ام سي كيو جت قبل كده حطيت عليها علامه الا الارقام هتستلمها مني في الاخر في ورقه لوحدها يعني ما تشغلوش بالكم بالارقام. كل ارقام الامتحان هتاخدها في ورقه في الاخر ورقه واحده ماشي. بتيجي ما بين سنه وثلاث سنين كلينيكال بيكتشر وايت فيفر توكسيك اور بكتيريا. هو السطر ده ليه؟ عشان يقول لك فرق بين التراكيايتس والارنجايتس. الاثنين يعملوا سترايدر لكن واحد توكسيك وعنده كميه سكريشن كبيره جدا جدا وفي نفس الوقت الاسترايدر بتاعه راجل دي بروجريسيف.
لان الفيروس مش بيبروجريس بسرعه، لكن كيس صديق ممكن يكبر بسرعه جدا. ايوه كراشين كرايمايتس كورايزا تقدر تشيلها وتحط رايمايتس. الاخطر على الاطلاق هو اللي جاي، يمكن الاخطر على الاطلاق هو المنظر الرهيب ده يا جماعه. دي التراكيايتس، يمكن كلكم بقيتوا بتفهموا شويه في الاكس راي وبقينا شايفين قد ايه الاير واي ممكن يجي فجاه. يا جماعه ده صديد متجمع جوه التراكيه ومخلي التراكيه جاست بيلو ذا لارينكس شبه مقفوله، اكيوت تراكيايتس. والولد ده عنده رابيدلي بروجريسيف ستراجل لدرجه ان هو ممكن يتخنق، ممكن يتخنق، لكن اللي اكيد هيتخنق الولد ده. ده صوره الفوكال كورد وكلكم شايفين، وده اسمه الايبيجلوتس. لو قلنا ده الفوكال كورد فده مين ده يا جماعه؟ الايبيجلوتس. الايبيجلوتس اللي احنا شايفين انه فجاه اتغير وبقى مورم جدا، الايبيجلوتس وميان صديق من جوه. انتوا عارفين الايبيجلوتس ده حصل له اكيوت ايبيجلوتايتس. Acute epiglottitis is 100% حاجة اسمها هيموفيلس انفلونزا فيروس. والهيموفيلس انفلونزا لما بتأتاك الإبيجلوتس تخليه ورم في 6 ساعات. يعني من 6 ساعات ما كانش فيه حاجة، في 6 ساعات يوصل لأنه زي البالونة. Very rapidly progressive spiral. تقول للأم طب قبلها كان في برودرونة؟ تقول لي لا، الولد كان زي الفل الصبح، الظهر حرارته 40 وعنده الاسترايل، دلوقتي زرعت ليه وبيموت دلوقتي. الموضوع بيوصل في 5 6 ساعات انه يموت. Very rapidly progressive strides. الايبيجلوتس ده يا جماعه very painful. Very painful. لو نقطة يعني لو رزاية واقفة عليه يوجع. لو حتة أكل وقفت عليه كده لزقت فيه كده يوجع. حساس جدا. فبالمنظر ده بيبقى مؤلم جدا. So the child cannot move what is in front and what is behind. حد يقول لي إيه اللي موجود قدام الايبيجلوتس؟ الطب الولد ده يعرف يتكلم؟ نيفر. عامل كده مثبت لسانه. طب قولوا الولد ده يعرف يكح؟ هي الكحه بتعمل ايه في الفوكال كورد؟ بتنطره لفوق مش كده ولا ايه؟ هي كانت كف. يعرف يشرب؟ لا يمكن يمرر حاجه على الايبيجلوتس ده. يعرف ياكل؟ هي كانت لا يقدر يتكلم ولا يكح ولا يشرب ولا يبلع السلايفا حتى. اونلي عنده فيري رابيد بروجريسيف سترايدر في 6 ساعات يموت. يا دكتور اشخصه ازاي؟ يكفي انك تلاقي حراره 40 وسترايد والجيب فجاه عشان تشخص ايبيجلوتايتس. وده لازم اول ما تشك بيه في التليفون، يعني الام تكلمك في التليفون فتقول لها جري على المستشفى، لان الحل قدامكم. قولوا لي كان ايه الحل اللي قدامكم؟ ها؟ لانه الطريق هيقفل. يا تلحقني وتعمل لي انتيوبيشن يا هموت. والانتيوبيشن هنا عايز مهاره خاصه جدا. لما كان في الاول يجي لي حاله ايبيجلوتايتس يقولوا لي لا 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 لسه انت ركبت كام تيوب؟ اقول لهم 50. يقول لك لا لسه لما تركب 100 تيوب 100 انتراكيال تيوب تبتدي بقى في ايبيجلوتايتس. لان الدخله الغلط هنا معناها ان انا اخبط في مين؟ الايبيجلوتايتس نفسه فيورم اكتر فيموت الطفل وانا بركب له الانتراكيال تيوب. فيري سيريس. يلا يا جماعه الولد ده كان كانوت كاف كانوت سبيك كانوت درينك اند كانوت دريك سلايفا فهيحصل له درولينج للسلايفا. يبقى حاجتين ما بيعرفش يطلعهم. كانوت كاف اند كانوت سبيك وحاجتين ما بيعرفش يبلعهم. لا يعرف يسولو ولا يعرف يدريك. ممتاز. كلينيكال بيكتشر اقرا فيري اكيوت اونست هاي فيفر توكسيك ابييرنس. احفظوا لي طبعا انها تيجي ما بين سن 2 و 6 سنين اللي هي فوق دي. يمكن هعلمكم حاجة دلوقتي هقولها بدل ما أجهز الجي أي تي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيدخلنا في مدرسة الإنفكشن، إحنا بندخل مدرسة الإنفكشن إزاي؟ عشان نتعلم إن إحنا يبقى عندنا إيميونيتي. أول حاجة في أول 6 شهور ربنا بيقول أنا هخلي عندك أنتي بوديز كتيرة جدا ضد موست أوف ذا فيروسز أند موست أوف ذا بكتيريا. لكن مش عاطي لك انتي بودز ضد الفنجاي، نو انتي بودز اجينست فنجاي، دي سهله وانت تبتدي تتعلمها سينس بيرس. فالبيبيهات بعد الولاده يجي لهم اورال فنجال انفكشن ويجي لهم برينيال ديرماتيتس ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وتبتدي تتعلموا الفايت الفنجاي. في اول 6 شهور يكون معظم الاطفال قدروا يكونوا سيل ميديتد اميونيتي اجينست فنجاي. بعد كده تكون الانتي بودز خلصت،
الفيروس بسهوله جدا يروح للبيبي جوه بيته وهو في حجر مامته. الفيروس از ايزلي سبريد بسهوله جدا، واحد يعطس العينه كلها. سو ذا فيروس ويل ريتش ذا تشيلدرن ما بين 6 شهور وسنتين ثلاثه، فيقوم الاطفال يبتدي يجي لها فيرال انفكشنز، تبتدي تتعلم الفيرال انفكشن من 6 شهور لسنه ونص سنتين. افتر ذا ايج اوف 2 ييرز يبتدي الطفل ده يخرج بره ومحتاج الدايركت كلوز كونتاكت دروبلت، اللي هي الدروبلت الكبيره اللي تيجي من بق البق مباشره، ودي اللي تقدر الوحيده اللي تقدر تنقل ايه؟ بكتيريا. عشان كده تلاحظوا ان البكتيريا الانفكشن مكتوب من سنتين لست سنين، بينما في الفيرال لارنجايتس كان مكتوب من ايه؟ من 6 شهور لثلاث سنين. وشوف حكمه ربنا انه ما جمعش عليكم ستين في وقت واحد. يعني سبك الاول تتعلم فنجاي وبعدين تتعلم فيروس وبعدين تتعلم بكتيريا، وتلاقي ده في انسيدنس وده في انسيدنس وده في انسيدنس، وتقول سبحان الله مفيش غير كده. كاننا في مدرسه الانفكشن، سنه اولى فنجاي، سنه ثانيه فيروس، سنه ثالثه بكتيريا، حاجه مفيش بعد كده ابداع. طيب اتفقنا نرجع تاني للقصه بتاعتنا. فيري اكيوت اونست هاي فيفر فوق ال 40 وتوكسيك ابييرنس، وبعدين سيفير بروجريسيف ستيرويد اللي اتفقنا عليه، والكاف از مينيمال، لا عارف يكح ولا عارف يسبيك ولا عارف يدرول يدرينك ولا حتى عارف يلعب على السلايفر بتاعته. فتحس ان الولد ده مش متواصل معاك، مش قادر حتى يشتكي، ما يقدرش يقول انا موجوع، هو ما يعرفش يقول انا موجوع. فاينالي الولد ده لازم يتحرك بسرعه جدا، وفي التريتمنت هتلاقي ده العلاج لوحده. الاسترايد قصه، والاكيوت ابيلونتايتس ده قصه ثانيه، لانه فيتال وزين 6 ل 12 اورز. في اسباب ثانيه تعمل الرنجايتس، اسباب كتير قوي انا مجمعها في الصوره دي. واللي عايز يذاكر يا جماعه بسهوله جدا يبص على صوره الفوكال كورد، يقول انا هقفل الفوكال كورد ده من جوه لبره. يعني تخيل كده الفوكال كورد ونقفله. من جوه لبره ممكن احط هنا ايه؟ فورين بودي. يعني ممكن احط هنا فورين بودي. طب ده ممبرين عباره عن ايبيثيليوم، اعمل له ايه الايبيثيليوم؟ لا الايبيثيليوم ما فيش ايديما، ده الصاب ايبيثيليوم. خليكم معايا بعدين نقرا. الايبيثيليوم قابلني اعمل له ايه؟ احط عليه ممبرين. في امراض بتعمل ايبيثيليوم ممبرين، الايبيثيليا والايبشتاين بار فيروس والميسز يقدروا يعملوا ممبرين. تحت الايبيثيليوم في كونكتد تيشو، هو ده اللي نقدر نعمل فيه ايه؟ ايديما، حاجه اسمها انجيو نيوروتيك ايديما او مع اي الرجي. لما ننزل تحت الميوكاس ممبرين هنلاقي حاجتين، عضلات وكارتلج. ادى الكارتلج، قولوا لي نعمل ايه في الكارتلج عشان يتطربق؟ لارنج وماليشيا. طب ونلاقي العضلات نعمل فيها ايه؟ يا بتوع الريكتس، يا بتوع التيتاني، فاكرين العيل اللي عنده هايبو كالسيميك تيتاني بيجي له سترايتر، بيحصل له سبازم في الفوكال كورد نتيجه كونتراكشن في مصر اسمها الكريكو اريتينويد. يا في الذكريات، في الذكريات. معنى كده ان العيال دي ممكن يجي لها سبازم في المصر دي ويحصل لها لارنجيال سبازم. طب ما تيجي تطلع بره اللاركس وتحط لي هنا ماس او ليمف نود او ابسس يضغط على الفوكال كورد نفسه والفليكولابس. انتوا خدتوا بالكم طريقه التفكير عامله ازاي؟ انا بفكر من جوه لبره، احط جواه ايه؟ فورين بودي، احط على الايبيثيليوم ده ايه؟ ممبرين. طب بعد الممبرين في سبكوتينيوس بعمل ايديما، طب وبعدها المسلز يحصل سبازم، طب وبعدها الكارتلج، طب ما نعمل في الكارتلج لارينجو ميليشيا، طب وبره اللاركس خالص، طب ما تحط اي ماس ولا اي تيومر. هي المذاكره كده، ولا انت كنت بتذاكر اسباب الاسترايدر ازاي السنه اللي فاتت؟ It is like this, only like this. طيب دي صوره فورين بودي في اللاركس، يعني اللي ظاهر منها جزء صغير جدا من الفورين بودي، وده طبعا كان كوز اوف ذس، وده الممبرين بيتكون على اللاركس، وده ايديما في الفوكال كورد، يعني وده اللي صوره اللاركس ماشي اللي انتم كلكم عارفينها. لكن لما تيجي تذاكر بتذاكر بالطريقه اللي انا قلت عليها من بره الايه؟ لجوه. تعالوا نروح نشوف اذر كوز. لارنجيال سبازم مع الهايبوكالسيميا، لارنجو ماليشيا، لارنجيال ايديما، فورين بودي، كومبريشن من بره الهيماتوما او ابسس، لارنجيال ديفتيريا وميسز. هم هنا مش مترتبين، لكن انت بمخك بتقدر ترتبهم بسهوله جدا فروم انسايد اوت سايد او العكس. سهله؟ يلا جوه نحط ايه؟ على الممبرين نعمل ممبرين، وبعدين صب ايه؟ صب ايه؟ طب ممبرينس نعمل ايديما، طب وفي المسلز؟ طب وفي الكارتلج؟ لارينجو ماليشيا، طب وبره نحط ماس. سهله ولا صعبه؟ في ناس بتتصور ان التراوس الطب صعب، اطلاق في مذاكرته اسهل من كده مفيش. تفتكروا لو قلت لي كده؟ ما عندوش اي استراتيجي خالص. وبعدين اول ما بدا يجري ويبذل مجهود ونفسه يبقى سريع اكتر ظهر عنده سترايدر، تفتكر ايه؟ ده درجه سيفير ولا مايل؟
طب طفل تاني قاعد وهو اتريست كده عنده سترايد. اللي اتريست يا جماعه الانسان لما بيجري بيعمل مور انسبيريشن يعمل مور نيجاتيف بريشر فيوضح الاسترايد. لكن اللي عنده سترايد اتريست ده اللي خطير. فاحنا قسمنا الاسترايد الى جريد 1 سترايد اونلي ويز اكسرسايز وجريد 2 سترايد اتريست. But when stridor is severe, it prevent air entry. فالهواء اللي يخش اللنج يبقى قليل. فيقوم يحصل retractions. وده معناها ان no air is entering the chest. ودي معناها ان المرحلة اللي جاية هيجي لنا cyanosis و loss of consciousness والموت. نتيجة السيفير hypoxia. إذا درجات الاسترايدور أربع درجات. Grade 1 was exercise. ودي جاية في الامتحان العملي اللي جاي. يعني دايما يقول لك كده جريد 1 اصل العملي في حاجه اسمها فيديوز عارفينها والفيديو من ضمنها فيديو حاجه اسمها ايمرجنسي فيديوز زي دي زي الاسترايدرز عامه لو حصل عندي جريد 1 يعني معناها ان وانا قاعد ما عنديش استرايدر لو بجري عندي استرايدر طب وانا قاعد اتريست عندي استرايدر لا دي جريد اشد طب بدا يظهر عندي ريفراكشن معناها نو اير انتري معناها دي جريد 3 طب بدا ازرق دي علامة الفشل ووراها على طول الكومة ودي تبقى اسمها جريد 4 كده تيجي الدرجات الدستريس هي دي كريتيكال بيكتشر بلس الريت اوف سترايد لا الكريتيكال بيكتشر دي صغيرة حد يكبرها لي بناء على شرح طول السنة والا يبقى مفيش فايدة في الحياة بيكتشر اوف ذا كوز اسوشيتد مانيفستيشن توكسيك مانيفستيشن اوف ديفتيريا لو في ديفتيريا other sites for allergy itching و rhinitis ومش عارف ايه لو عندي allergy يعني الانسان اللي عنده allergy هيبقى عنده اديمه في البوكال كورد بس ما عندوش itching ما عندوش macules ما عندوش wheels ما عندوش wheezes في الجسم اكيد عنده مش كده ولا ايه الانسان اللي عنده بيتشر لا انا بتكلم عن شويه تانيين الاخرى دول اللي هم شويه صغيرين لكن الاولين انت كده كده هتشرح لي غصب عنك انت لازم تشرح لي بيتشر يعني مش كلمه البيتشر كلمة البيكتشر فين يا جماعة تبدأ من ايه؟ لازم تبدأ من الكوز يعني لازم تشرح لي الفيرال لارنجايتس والتراكيايتس اعراضها ايه؟ والإبيجلوتايتس اعراضها ايه؟ وكمان الفورين بودي هيستوري فورين بودي انهاليشن ولو لارنجيال إديمة هلاقي الولد بيهرش في جلده يعني لازم تشرح كتير بس أول حاجة تقولها لي الجريدز تقول لي جريدز اوف سترايدر وبعدين بيكتشر اوف ذا كوز ودي بتبتدي تشرح من أول الصفحة اللي فاتت ياه خليت الكلينيكال بيكتشر قد ايه؟ بقى كبيرة جدا بس ان شاء الله السؤال اللي بيجي في الامتحان بقى غالبا discuss steroids العلاج هو من كل هذه الاسباب سبب التعامل الفضل يا ابني اهم سبب الفيرال اللي هو جاست ايه بارا انفلونزا فيروس وده بيعمل جريد 1 steroids اللي هو steroids with exercise انتوا عارفين اخطر مشكلة في الاسترايدر بصوا في الصورة دي لما الفوكال كورد بيقرب من بعضه قوي والهواء يعدي هنا يحصل فريكشن جامد جدا and this makes stridor aggressive أكتر يعني بيورم أكتر المكان تخيلين بيورم المكان ده أكتر وأكتر فريكشن between the vocal cord هو أخطر حاجة طب الحل إيه؟ أقول للأم ادخلي في تواليت طالما جريد 1 وممكن لو جريد 2 طفل كبير شوية أنا أطمن عليه يعني جريد 1 ولو طفل فوق سن سنة سنتين ممكن جريد 2 أقول لها ادخلي التواليت وشغلي الماية السخنة وقفي لي شبابيك الحمام كلها لغايه ما يبقى فيه ستيم كتير جدا جدا في التويلت الستيم ده هيدخل يعمل مويستنينج للفوكال كورد ودي الوقت معلقه كورتيزون الكورتيزون انتي ايه انفلاماتوري يقلل الايه الايديما والحاجه الثانيه البخار ده هيعمل ايه مويستنينج للفوكال كورد وحلت المشكله هل هذا الكلام واضح دي حاجه سهله جدا بس الكلام ده ما يتعملش مع ام من تاليريتا تدخل الحمام تقفل على نفسها هي وابنها تقلبه ساونه ما تبقاش شايفه الواد الحمد لله الاسترايدر راح والواد لسه يعني لازم تكون ام عندها يعني اسسمنت واوبزرفيشن عشان كده السطر الثالث ده مهم كلوز اوبزرفيشن يعني انا مش هحطه في الحمام حضرتك واسيبه مع البخار في الساونه يخس لا انا لازم اكون كلوزنج اوبزرفيشن هو الولد ده لسه جريد 1 ولا بروجريسيف بيزيد لجريد 2 وجريد 3 لانه جريد 3 و4 دول لازم كاري على المستشفى اللي عنده ريتراكشن معناها نو اير انتري واللي عنده سيانوسس ده بيموت هو في المستشفى انا هعمل كل حاجه بقى اي انسان عنده حاجه ريسبيراتوري في شابتر الريسبيريشن هيتحط على اكسجين واي في فلويدز حد يقول لي ليه اكسجين تو ديكريز ذا ورك عشان يقلل احتياجاته للمجهود العضلي بتاع اللنج طب ليه اي في فلويدز
لان الولد ده ما يقدرش ياكل. ان بي او ماس وات از ان بي او ناثينج بير اورا، يعني الولد ده ممنوع ياكل. فدي اسطمبه بنحطها دايما اكسجين واي في فلويدز. الولد ده ادينا له في البيت اورال كورتيزون، نديله ايه في المستشفى؟ اي في. الولد ده في البيت ادينا له ستيم، نديله ايه في المستشفى؟ نيبولايزر. مين فيهم احسن، ستيم ولا نيبولايزر؟ ايه النيبولايزر ده اصلا؟ تعرفوش نيبولايزر؟ جهاز بيطلع بخار، كلكم هتبقوا عارفين. هنشوف في التشيست، ما اعتقدش ليه صوره هنا، هنشوف صوره في التشيست ان شاء الله. في التشيست نشوف صوره. حد يقول لي النيبولايزر ده جهاز بيطلع بخار سخن ولا ساقع؟ لا خالص، هو بياخد الهواء الميه يحولها الى فيري كولد ويب، يعني بخار زي البخار بالظبط اللي انت بتشوفه بس متلج بدرجه حراره الميه، ساقع زي الميه بالظبط. يلا مين يقول لي النيبولايزر احسن ولا الستيم؟ النيبولايزر عشان الفازو كونستريكشن. ايوه، عشان البخار ده هيبقى ساقع فيعمل فازو، ساقع يعمل فازو كونستريكشن على الفوكال كورد فيقلل الاديمه. يعني الصراحه البخار في البيت مش حلو، لان البخار اللي في البيت بيبقى سخن، ما هوش جهاز بخار، ده ستيم، والسخونيه دي بتعمل اديمه اكتر. فاهمين ولا لا؟ اذا الستيم مش حلو قوي زي النيبولايزر في المستشفى، والاورال كورتيزون عمره ما هيكون ابدا زي الاي في ستيرويدز. ممتاز، عشان كده نبص في الكتاب هنلاقي اكسجين ونحطه على بلس اوكسيمتر وهنعرف يعني ايه بلس اوكسيمتر دلوقتي. الستيم انهيليشن بقى اسمه التراسونيك نيبولايزر، ويكتب كده بخار بارد، اكتب جنبه بخار بارد. طب الكلام ده كله للفيرال، افرض احنا نزلنا تحت شويه وبقينا تراكيايتس، يبقى تدي انتي بيوتكس لو حضرتك شاكك انها تراكيايتس، وده بناء على الحراره والصديد، وتعمل متابعه. طب افرض انها ايبيجلوتايتس، الايبيجلوتايتس ما فيش فيها محاولات، من اول لحظه الطفل هيجي لي اندوتراكيال انتيوبيشن وشفت التيوب، وبعد الاندوتراكيال انتيوبيشن احسن حاجه تقتل الهيموفيلس سيرب ديجنريشن كيفالوسبور، وهيمشي على السيرب ديجنريشن كيفالوسبورين دي لمده 5 ايام، 3 ايام يرجعوه طبيعي ويومين وقايه. خلي بالكم الهيموفيلس معديه جدا، وبالتالي لو حد فينا عرفنا مثلا داليا لا قدر الله جالها سترايبر لا قدر الله ودخلت المستشفى وعرفنا انها ايبيجلوتايتس، نعمل احنا ايه؟ كل التيم اللي حواليها ده ياخد في الريفامبيسين. فناس اعترضت، يا دكتور ريفامبيسين ليه؟ طب ما ناخد اي انتي بايوتيك، طب ما ناخد سير ديجنريشن كيفالوسبورين خلاص زي ما داليا اخدت. انا منتظر الاجابه. ما شاء الله تعلمتوا البكتيريا ايه؟ سوري يا جماعه، قول يا حبايبي افتي. الريفرمزين بيطلع في السكريشن. يا جماعه في فرق بين ان انا ادي الكونتاكت حاجه عشان اعالجهم، وبين ان انا عايز اعقمهم ايراديكيشن. زي ما بالظبط قلنا الاستريبتوكوكس بتاع الروماتيك فيفر اللي بيعمل لها ايراديكيشن هو البنسلين، بقيه الادويه بتعالجها، بس اللي بيقضي عليها تماما اورجانيزم هو مين؟ البنسلين. الريفامبيسين هنا ايراديكيت الهيموفلس، يعني بيراديكيت الكارير، لان الهيموفلس هنا فيها كارير ممكن افضل شايلها في زوري وانقلها للناس. فانا مش بدي لك انت ريفامبيسين عشان خايف عليك انت بس، ده انا خايف لا انت تنقلها لبقيه الناس اللي حواليك، ات سبريد ايزلي، وبالتالي الريفامبيسين بيراديكيت الاورجانيزم فروم ماي فاتس، بيراديكيت تماما. عشان كده انا باخد ريفامبيسين. الكلام ده بطل، الكلام ده بطل، عارفين ليه؟ حد يقول لي ليه الكلام ده خلاص كله بطل؟ عشان دلوقتي الفاكسين بقى اجباري. الهيموفيلس انفلونزا بقى لنا 6 سنين يا جماعه، مصر ودكاترتنا الحمد لله ما يعرفوش، احنا بقى لنا 6 سنين الهيموفيلس عندنا في تطعيماتنا الاجباريه. تعرفين كده ولا لا؟ ما تعرفوش. طب لما القصر العيني نفسه ما يبقاش عارف ان الوزاره بتطعم الهيموفيلس، لما القصر العيني اللي هو اكبر كليه في مصر ما تعرفش ان وزاره الصحه بتطعم الهيموفيلس للتطعيم الاجباري، تصوروا 2 و4 و6 بقى اسمه خماسي حضرتك. ايه ده؟ مش كان اسمه ثلاثي؟ بقى رباعي، مين عارف ايه الرباعي بتاعه؟ هيباتيتس بي. يا جماعه هو بقى له سنين كتير طويله، 5 سنين او داخلين في الستة اهو، خماسي. حد عارف ايه بقى الخماسي ده؟ هيموفيلس انفلونزا وهيباتيتس بي ودي بي تي، يبقى 5 حاجات مع بعض في حقنه واحده اسمها الخماسي، ولا حد دريان بحاجه.
الوزاره عشان توفر شويه تدي حقنتين في ساعات، يعني بتجيب ساعات ما تعرفش تجيب الخماسي ده، فتدي حقنه فيها الهباتيتس بي والمورفلس انفلونزا والدي بي تي لوحده. في بعض الاماكن الرورال بيعملوا كده عشان الناس غالبا مش فاهمه. طب ليه هي ما تاخدش ريفامبيسين؟ سلو ريسبونس. هو بيعمل ايراديكيشن بس بيجيب نتيجه بطء، واحنا عايزين نسعف حياتها. فلازم ننقذ الاورجانيزم بسرعه جدا وناخد سيرة جنريشن تساوي سبورنج. لو هيجي لك طفل بيعيط وتوتش تكشف على ظروفه فيعيط اكتر، لان الكراينج يعمل مور فريكشن في الفوكال كورد، وانتوا عارفين الفريكشن او اكتر حاجه تزود ايه؟ السترايك. لو هتعرف تكشف عليه، لو مصر تكشف عليه، يبقى تكون جاهز بالارنجوسكوب وبالاندوتراكيال تيوب، لان ممكن ان وانت بتكشف تحوله مثلا من جريد 3 الى جريد 4 فيقرست منك. لازم تكون جاهز بايه؟ بالارنجوسكوب. رحت حاطط ان في تحت مهمه جدا جدا جدا، والحمد لله دي مسج نشرتها للناس كلها. جالك سترايدر بليز دونت اكزامين، بليز دونت اكزامين، ذيس ويل ديتوريريت ذا كونديشن. ايه اللي في الصفحه؟ ده كان درس الاسترايدر وهو كلاس اي نظري، والناس اللي لسه جايه احنا كتبنا على الشابتر كله مجرد كلاس اي نظري. يديك انك تعرف ان هو شابتر الدكتوريه ايه دي، بس مش عايز اكتر من كده. السنه الجايه تتغير القصه، لكن اللي لسه دي ربنا يكرم. بس انت يا دكتور اكيد عارف ايه اهم موضوع دكتور بريدي بيتكلم في الشابتر، يعني الريسبيراتوري فيلير. يعني عايز تقول مثلا ان هو دكتور بريدي ماسك الاسم بقاله سنتين، جاب السؤال ده كم مره؟ جابه ثلاث مرات في سنتين، يعني في كم امتحان؟ اربع امتحانات. جابه كم مره؟ ثلاث مرات. يعني دكتور بريدي حياته كلها بيتكلم عن الريسبيراتوري فيلير ومؤتمراته و و و وبالتالي هو الريسبيراتوري فيلير بالنسبه له موضوع مهم جدا، عشان كده الموضوع هتلاقيه كبير قوي، ياخد ليكتشر كلها. بس احنا الحمد لله عندنا فكره منه. هي ايه وظيفه اللنج في الحياه؟ ايه وظيفه اللنج؟ يعدي عليها دم يعمل برفيوجن. قاعد اقول برفيوجن للصبح. وهي تعمل ايه؟ فنتيليشن واكسشينج. يبقى وظيفه اللنج تو ريموف كربون دايوكسيد اند تو ديليفر اوكسجين تو ذا تيشو. الكلام ده صح؟ دي وظيفه اللنج. يبقى لو حصل فيلير اوف ذا لنج تو ريموف ايه؟ كربون ده سبورت تو ديليفر ايه؟ اوكسجين. هي دي الكارثه كلها. تمام. عايزين ندرس الوظيفتين ونشوف هل هما بيبوظوا مع بعض ولا لا. فاول حاجه انا عملت فيكلين في الممبرين وعملت نيومونيا. وبعد ما عملت فيكلين في الممبرين رحت سالت الكربون دايوكسيد سؤال، يا كربون يا دايوكسيد هتعرف تعدي ولا مش هتعرف تعدي؟ قال لي هعرف اعدي، انا بسهوله جدا اعدي، انا الكونسنتريشن جريدينت بالنسبه لي مش قضيه خالص. فالكربون دايوكسيد الازرق ده عدى وما يرجعش تاني للسيركيليشن، لكن مين اللي اختفى من السيركيليشن؟ الاكسجين. الاكسجين قال لي انا مش هقدر اوصل للسيركيليشن، انا اصلا تركيزي 3 ل 2 ولما انت عملت فيكنينج في الممبرين انا مش هقدر اروح الجسم. والجسم ساعات هيحصل له ايه؟ هايبوكسيس. والهايبوكسيس دي تخلي النفس يبقى ايه؟ سريع. طب يلا نسرع نفس ولا حاجه. طب الاكسجين اهو يا اخويا واقف اهو، انت بتسرع نفس عشان توصل الاكسجين هنا؟ ما هو موجود. تمام. هل واحد اللي عنده نيمونيا لما بيعمل كده بقى حلو؟ خالص، بيفضل عنده نيمونيا وبيفضل تعبان ويفضل ينعس ثلاث اربع ايام وما بتحسنش، وبالتالي الهايبوكسيا دي هتستمر وتعمل انيروبيك. ردوا عليا، ولاكتيك اسيدوزس وتش از ميتابوليك اسيدوزس، ويفضل الولد ده ينهج. والولد ده بيعمل ازاي دلوقتي؟ يا فرحتي حد يحل لي المشكله. Who can solve the problem now؟ مصر. هو المشكله في فرق التركيز؟ كونسنتريشن جريدينت قليله والصور هنا، انا مش هينفع ادخل اقشر دي، هسيبها لغايه ما تخف. بس ايه رايكم لو احنا خلينا الاكسجين اللي هنا بدل ال 20% 40%، يبقى التركيز هنا بقى قد هنا ست مرات. ما هو 3 ل 2 بقى 6 ل 2. طب لو زودنا اكتر، يبقى اول حل لهذا المريض اللي بينهج ان انا احطه على اكسجين. ايه رايكم لو انا خليت الاكسجين هنا 100%
زودت هنا خمس مرات فتلاقي التركيز 10 ل 2 اهو يعدي شويه. حد عايز يزود اكتر؟ في طريقه ثانيه بس مش عليكم يعني، ان انا اخلي الاكسجين ده داخل ومضغوط اضغطه اكتر. سي باك يس، وده يضغط على الاكسجين انه يعدي اكتر، يعني بساعده انت مش عارف تجامب الممبرين يلا خد جامب الممبرين. على فكره ربنا عمل لنا الطريقه دي. اول درجه من درجات الاسبيراتوري ديستريس بتبوظ دي موجوده في الصفحه تحت التكبر. تاني درجه ان انا اشغل عضلات اكتر، فالعضلات لما تشتغل تعمل نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر وتعمل ريتراكشنز. لكن الدرجه الثالثه اسمعها كده What's this? Closing the vocal cord to increase the intra thoracic pressure. وكأني بسكويز الأوكسجين في الألفرا وأقول له عدي بقى، أنا رفعت لك الضغط أهو عدي بقى، بلاش عبط. And this is granting with the third degree. وإذا فشلت ما عندناش حد تاني يجي لنا سينوزس وهي الدرجة رقم أربعة. So in type 1 respiratory failure when the membrane is thick or reduced. لا ثانية واحدة، thick دي مفهومة. أو reduced. يعني إيه reduced؟ يعني لقيت لانج من الاثنين لانج. هو الكربون دايوكسيد يقدر يخرج من لانج واحدة؟ يكفيه ربع لانج. لأنه very rapidly diffusing، لكن الأكسجين عايز healthy both lung. يعني عايز ملعب التنس كله شغال. أنتوا عارفين اللانج مساحة ملعب التنس عايزه كله. لو لوب قفلت الأكسجين عنده مشكلة. لو السيرفيس تخن عنده مشكلة. لو السيرفيس انتربتد عنده مشكلة. اي حاجه هتدوس على اللنج او هتضايقها او هتقفل فيها اجزاء هتاثر على الاكسجين بطلوب مين؟ كربون دايوكسيد. قولي لي الولاد ده ينهج ولا ما ينهجش؟ هينهج. هل ده حل المشكله ولا ما حلهاش؟ اذا هذا النوع يتميز بتاكبنيا ولا برادبنيا؟ يردوا عليا. افكشن ان ذا لنج ولا اوتسايد ذا لنج؟ نيومونيا اهي، ريسبيراتوري افيوجن، بلمونري افيوجن مثلا، يتميز بهايبوكسيا ولا هايبر اوكسيا؟ هايبوكسيا. ويتميز بميتابوليك ولا ريسبيراتوري اسيدوزيس؟ ميتابوليك اسيدوزيس. خلصنا العمود الاولاني. هنقرا العمود الاولاني باستثناء الكوزس. طيب 1 سمي لانج فيلير. او سمي ايه؟ خليك بص في الكتاب اوكسجين فيلير. وده بقى فيه ايه؟ اقرا هاي بوكسيا. والولد ده يطلع عنده درجه من درجات الدستريس اشرح. اكتب جنبها اشرح. ده كلينيكال بيتش هتلاقي عنده بينهج ريتراكشن جرانتنج سيانوزس. طب تيجي نعمل له معامل اي انسان عنده مشكله في الريسبيريشن اعمل له اي بي جي الاقي الاكسجين عنده قليل والاقي عنده ميتابوليك اسيدوزس. الولد ده حله اكسجين ثيرابي. مش عايزك تقول لي فنتيليشن. تقول لي فنتيليشن ليه؟ يا راجل انت واخد بالك هو بيعمل ايه؟ ما هو متفنتل زي الفل اهو. هو مشكلته انه محتاج حاجه تخلي الاكسجين يجامب جاست تو جيت اوكسجين. والفنتيليشن ممكن يكون تكميلي ساعات. انا عايز اقفل الالفيولاي لاسباب كتيره جدا ومكتوبه في الكتاب بشكل وحش قوي. فانا رتبتها لكم، تعالوا ندوس على اللنج من بره وبعدين ناثر على الالفيولاي او نقفل الالفيولاي عن طريق ان احنا نقفل الاير واي بتاعها. فيبقى اللي شغالين شويه صغيرين. يعني الجلورا الافيوجن ده مش بيدوس على اللنج يقفلها؟ قفل واحده والثانيه شغاله، السيرفس ده قليل ولا كتير؟ It is enough for CO2 but not enough for oxygen. And that's why عايز اعلمكم ان احنا هندوس على اللنج حته حته من تحت لفوق، جلورا الافيوجن، نيوموثوركس، نيوموديسباينا، دول اخر ثلاثه تحت. لنج كولابس، دول ثلاثه ضغط على اللنج من الخارج واعمل هنا بلوك. واضح اني هدخل جوه الالفيولاي واوظف، احط جواها حاجه بقى بلمونري ايدينا، احط جوه الالفيولاي فاقفلها شويه، اقفل شويه منه نيمونيا، اقفل شويه منه ريسبيراتوري ديستريس سندروم. دي من نوعين، نيونيتا ريسبيراتوري ديستريس سندروم بيقفل شويه الالفيولاي، او ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم بيقفل شويه الالفيولاي. طب ما تيجي تقفل شويه برونكاي بفايبروزس او باي حاجه في السيرفيس اريا او زرنجة ايه؟ لان البرونكاي نصها قفل ونصها مفتوح. برونكو بالمونري ديسبليسيا. وكلكم تعلموا ان البرونكو بالمونري ديسبليسيا البرونكاي بتتخن والاير واي واللنج كمان الفيولاي بتتخن. او برونكيولايتس اوبليترانز انفلاميشن تيل اوبستراكشن. اكتب جنبه كده لو مش فاهم يعني ايه برونكيولايتس اوبليترانز. يعني انفلاميشن لغايه
obliteration. أو برونكيولايتس انفلاميشن في السمول برونكيولز لغاية ما تقفل. واحد يقول لي يا دكتور هي لما تقفل هتقفل كلها، أقول لك يبقى مات، شوية قافلين وشوية إيه؟ مفتوحين. المفتوحين are enough for carbon dioxide but not enough for oxygen. واخيرا اسباب بقى فوق بتعمل نهجان زي الكروب وزي الايجلوتايتس اللي احنا لسه واخدينه حالا من شويه. خد بالك انا مقسمهم لك كالاتي: نضغط على اللنج بلورال افيوجن او كولابس او نيوموثوراكس، نقفل الالفيولاي بميه بنيومونيا بريسبيراتوري ديستريس، نقفل البرونكاي الصغيره برونكيولايتس ابلوترانز او برونكيولايتس عاديه ودي بتبقى فايرال او برونكيال ازمه، او نقفل الاوبر اير واي زي التراكيه فور اكزامبل عن طريق تراكيايتس لارنجايتس فورين بودي او ابيجلوتايتس. سهلين لما يتقسموا. يور كويشن: جروب يعني فايرال لارنجايتس، ايه المعنى الاخر للبارا انفلونزا فايروس اللي احنا لسه واخدين؟ جروب يعني فايرال لارنجايتس. يلا يا جماعه يلا يا جماعه بصوا لي تاني. لما عملت سيكنج امبريك وعملت زياره للالفيولاي وقلت للالفيولاي الالفيولاي انت هتقدري توصلي اوكسجين قالت لي ايه؟ لا. وهيحصل في الجسم ايه؟ هايبوكسيا وانيروبيك ايه؟ جلايكوليسيس فلاكتيك اسيدوزيس. لكن الكربون دايوكسيد بيقول لي اي كان جامب ذيس وول، ما يهمنيش النيومونيا ولا الافيوجن ولا الار دي اس ولا الكولابس، انا هعدي وبالتالي اي ويل نوت بي ريتيند. رحت المره الثانيه وقلت طب ايه رايكم لو انا وقفت الريسبيراتوري سنتر اللي بيعمل لللنج فنتيليشن؟ فلما وقفت الريسبيراتوري سنتر سالت الاكسجين تقدر تسرفايف جوه الالفيولاي قد ايه؟ قال لي بعد دقيقه هنزل من 20% ل 18.5%. قلت له نعم. ايه النسبه الهايفه دي؟ قال لي انا جوه الالفيولاي 20%، بعد دقيقه كامله ممكن انزل ابقى 18.5% بس. ما خلصش يعني؟ لا خالص، مش زي ما انتم متصورين. الاكسجين جوه الالفيولاي اكتر بكتير جدا جدا من الدم بيسحبه كتير. قلت له انت ما تاثرتش؟ قال لي ما تاثرتش، والكونسنتريشن جريدينت زي ما هي. لكن قلت للكربون دايوكسيد انت في الدقيقه دي هيطلع هنا كربون، بس قال لي على فكره انا في الدقيقه دي الكونسنتريشن جريدينت بتاعي يتحول من 40 ل 1 الى 3 ل 2. قال لي لو انت كتبت وقفت لي الريسبيراتوري سنتر هفقد ميزه رهيبه كنت بتميز بيها وهي الكونسنتريشن جريدينت، وهبطل اطلع. ولو بطلت اطلع ايه اللي يحصل؟ هرجع للسيركيوليشن كربون ايه؟ دايوكسيد. And I will result in respiratory acidosis. The origin of the disease is to stop respiration سرحان or to increase the respiratory movement. طب ليه ما بيخلصش؟ تاني دول مش هتحتاج. لو انا جيت على واحد واديته مورفين فانا بتنفس كده، نفس كل نص دقيقة، ده ريدكشن في التهوية، موافقين كده؟ عايز اعرف الريدكشن في التهوية بيكونسيوم الاكسجين ولا لا؟ قال لك لا مش بيكونسيوم الاكسجين. لان الاكسجين اللي في الالفيولاي بالظبط كده حضرتك، ثانية واحدة حضرتك افهمي، ادي أوضة مليانة مثلا مية ورحت حضرتك خارقها بالدبوس فورم قد الدبوس، المايه اللي هنا بعد دقيقه تفضى؟ هو مش الاكسجين بنستخدمه، تصوري يا نهار ابيض. ايوه واضح ان احنا مش فاهمين احنا بنستعمل قد ايه من الاكسجين اللي جوه الالفيولاي. ايوه اللي انا شرحته يفهمني، هو انا بسحب قد ايه من الاكسجين اللي جوه الالفيولاي؟ بسحب قد ايه؟ ولا حاجه. يعني الاكسجين اللي جوه الالفيولاي ده يا دكتور احنا ما بنشدوش كله، ده احنا متصورين اللي انا بخرجه ده ما فيش فيه اكسجين. طب ممكن اقول لكم حاجه؟ طب ممكن اقول لكم حاجه؟ انتوا شفتوا ماوس ماوس بريزم؟ ايوه ما بنفخ. لازم تفهموا يا جماعه ان انا لو عملت كده مش هيخلص. بالسذاجه بتاعتنا مش هيخلص. بيفضل موجود بنفس تركيزه، وبعد دقيقه كامله بينزل من 21% ل 18%. مفيش اكتر من كده، وده ما يغيرش الكونسنتريشن جريدنت. ودي معلومه كان لازم نبقى عارفينها في السنه الاولى، الاوكسجين اللي ينزل الفيولاي اكتر بكتير من اللي بيتسحب، فما بيتغيرش بسرعه. فهمنا؟ ولا مش كده؟ لا انا كنت فاكره ان هو عشان الوقت بيخلص. ده كلنا لازم نكون، انا عارف ان كلهم فاهمين كده، هو انت لوحدك ده كله كده.
احنا بنصلح مفهوم، بس لازم نصلح مفهوم بطريقه عشان المعلومه تثبت. لازم نستحمل. انا بتريق عليكم عشان توحشيني انتوا. انا بقول بجد والله، يعني لو هنتكلم بجد انتوا من احسن الدفعات حقيقي، والترم ده كمان من اقوى الناس اللي اشتغلتوا معاهم، لكن لازم التريقه دي عشان المعلومه تثبت. انا مش بتريق عليكم، انا بتريق على المعلومات اللي وصلت لكم، فمش ذنبك برضه. ده ليه كده؟ قلنا الفنتيليشن في مشكله في الاكسجين، قولوا لي لا، قول لي لا. لكن الكربون دايوكسيد بيرتين هنا بسرعه جدا، واصلا تركيز الكربون دايوكسيد هنا مفيش. خلي بالك هنا مفيش وهنا 40. تخيل لما 40 فاتحين على مفيش، ها يعلى بسرعه ولا لا؟ فيعلى بسرعه قوي، فيفقد الكونسنتريشن جريدينت بتاعته. فلما يفقد الكونسنتريشن جريدينت بتاعته يبقى ريتين والسي او 2 يمشي الدمي. So when you reduce ventilation, no problem with oxygen, but the problem is with carbon dioxide, which will be retained in the circulation. وكربون دايوكسيد يعني respiratory acidosis. ويبقى الولد ده اعراضه ايه؟ مين يقول لي؟ نفسه سريع ولا بطيء؟ ردوا عليا. ويبدأ اكتر، اصل السي او 2 بيعمل ناركوزس، فنفسه يفضل بطيء بطيء. طب قولوا لي يا جماعه ايه اللي يعمل كده اساسي؟ مورفين؟ انتراكرينيا هيموريج؟ ولا النرف نفسه مضروب؟ جليان بري هناخده في النيورولوجي، او بوليو مايلايتس كلنا عارفينه، او مايسينيا جريفز كلنا عارفينها، ولا عضلات التنفس نفسها تعبت؟ اصل عضلات التنفس في تايب 1، حد فاكر تايب 1 بتعمل ايه؟ طب ثلاث ايام من ده مش العضلات بتتعب؟ وتبطل تشتغل فنتحول لايه؟ لتايب 2. وهو ده نفس الكلام اللي قلناه في الاي بي جي، بس النهارده الدنيا بديتيلز وبتعمق شويه. سو لو عايز تتعب عضلات التنفس اتعبها لي من اول السنتر للنيرف السرحان للماسلز. اقرا. طيب تور اسبيراتوري فيلير، مقتنعين انه بتسمى بامب فيلير الاول؟ مقتنعين ليه تسمى بامب؟ It is a problem of ventilation او بامب فيلير. وقلت لكم الدكتور بليني حط سؤال دكتور قبل كده. ريسبيراتوري ديبريشن، سي ان اس انفكشن او انتراكرانيال هيموريج، ازود عليهم اهم واحده مورفين. مورفين او ان يكون في مشكله في النيرف نفسه. جيليان باري سندروم انتوا عارفين ده مرض بيشيل النيرف نفسه. على فكره في حاجه شبيهه بالجيليان باري بتعمل باراليسيس في النيرف البيستيريا. اللي عايز يزود لدرجه العقد يعني بوليو مايلايتس ومايسينيا جريفس والفيردنج هوفمان، مش ويردنج، مش ويردنج، بلاش فضايح، فيردنج هوفمان. الفيردنج هوفمان ده مرض هناخده في النيورولوجي ان شاء الله. وريسبيراتوري ماسل فتيك، وده انتوا عارفين في تايب 1. سؤال، كلكم مقتنعين دلوقتي ان برولونج تايب 1 هيقلب في الاخر بايه؟ تايب 2 بعد اجهاد عضلات ايه؟ كله مقتنع بالكلام ده ولا لا؟ الناس اللي بتتكلم ورا، الناس اللي بتتكلم. سؤالك يا ابراهيم واخلص. لا، يعمل استيميليشن لو الريسبيراتوري سنتر سليم. تسلم لي يا ابني. لو الريسبيراتوري سنتر سليم، بس خد بالك الريسبيراتوري سنتر هنا فيه عضله او النيرف فيه عضل، فالسي او 2 هياثر على بقيه المخ. قول لي سي او 2 يعمل ايه في بقيه المخ؟ ديبريشن. فبقيه المخ اللي هينام هيزود المشكله اكتر. But the respiratory center will not respond to CO2. Yes, healthy respiratory center will respond to CO2 with hyperventilation. Healthy respiratory center، وشكرا للسؤال، ما شاء الله ايه المستويات دي؟ A healthy respiratory center can respond to CO2. But unhealthy will not respond and will be suppressed. اسمع ازاي؟ CO2 بيعمل acidosis ولا alkalosis؟ Acidosis. And the acidosis suppresses the reticular activating system which will suppress the respiratory system. يعني يلا بينا نقرا العموم كده. باثوفيسيولوجي هايبو فنتيليشن. ممتاز. كلينيكالي شالو الريجولار بريزنج او سلو او ابنيه خالص. ابنيه دي اهم كلمه عندي. طب انا لو عملت ارتيريال بلاد جازز الاقي الكربون دايوكسيد عالي ولا ايه؟ هي الاسيدوزس ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ الولد ده مشكلته فين؟ بص الاكس فين؟ شوف الاكس فين؟ يبقى تعمل له هنا تصلحها له ازاي؟ هو ده اللي عايز فنتليتر. على فكره ممكن احطه في على فنتليتر من غير اوكسجين ويعيش. هو مشكلته ان ذا فنتليشن نوت ان ذا اوكسجينيشن. مش فاهم ليه حصل هايبر كاب. كويس.
خروج الكربون دايوكسيد كان يعتمد على الكونسنتريشن جريدينت 40 واحد. لما انا قفلت ده الكونسنتريشن جريدينت بقى 3 2 مثلا، فما عادش الكونسنتريشن جريدينت تسمح للكربون دايوكسيد بايه؟ فبطل يعدي وكمل في الكابيلاري ورجع البلط. ها سرحت بس غالبا يعني كنت سرحت، مفيش مشكله. تعالوا بقى نقرا الصفحه الثانيه. ده كان سؤال كومبير بتوين تايب 1 وتايب 2، ان شاء الله سؤال السنه دي باذن الله. Compare between type 1 and type 2 respiratory failure. إن شاء الله يكون سؤال سهل. Compare between type 1 and type 2 respiratory failure. أو compare between lung failure and bone failure. يلا يكون سؤال. لو قفل خاص ديس، قفلت برشي اللي في نهجان. أنا عايز حاجة تخلي النفس كده. بطيء. حط لي حاجات تبطئ النفس او تخلي النفس شالو زي المايسينيا جريفس. على فكره معايا المايسينيا ما بيعرفش ياخد نفس جامد، ياخد نفس كده بالشكل ده. يلا بينا نروح على المانجمنت. على فكره يا جماعه انا عندي كام نوع من ريسبيريتور فيلير؟ بصوا لي كده، واحد عنده ايه؟ هايبوكسيا، والثاني عنده ايه؟ هايبر كابنيا. مين يقول لي علاج ده ايه؟ اوكسجين. مين يقول لي علاج ده ايه؟ يبقى احنا واضح ان احنا في الصفحه اللي جايه هنتكلم عن الاوكسجين، والصفحه اللي بعدها هنتكلم عن الفنتيليشن. الموضوع مش صعب. يقول لك احنا مش فاهمين المنهج، يا عم الصفحه اللي جايه اكسجين والصفحه اللي بعدها فنتليشن. اول ما يجي لي حد اول حاجه اعمل له ايه؟ المانجمنت. لا اي شود نو هو محتاج ايه الدور؟ اوكسجين ولا فنتليشن؟ سو اي شود مونيتور. عايز اعرف الولد ده عنده ايه؟ اند تو مونيتور وي اول حاجه لا العيان وهو داخل، انت شفت مسلسل اي ار طبعا. اول ما العيان داخل بيتلموا حواليه 3 4 الكترولي يطلعوا له الفايتلز اللي هو ايه يعني؟ هارت ريت وريسبيراتور ريت و لكن ثلاث حاجات مهمه جدا جدا بيطلعوها ام بي وسي ودي مع الفايتلز بيفور بيرفيوجن. ممرضه بره الممرضات تعمل الكلام ده وتقول له البيرفيوجن ثانيه ونص، الكابيلاري ريفيل تايم اللي انا ادوس على كابيلاري وتبيض مكانها ده مهم جدا. الدوره الدمويه اهم علامه فيها حاجه اسمها الكابيلاري ريفيل تايم. لما ندوس على ايدينا والكابيلاري تفضل، لما نشيل ايدينا تاني يلا نجرب كده، المفروض المكان ده يرجع احمر تاني في اقل من ثانيتين. ده لازم. لو ليت غير كده يبقى انت بس ايدك بردانه، روح حته تانيه دافيانه زي شفايفك واعمل وحد يبص لك. اعمل كده، لازم شفايفك ترجع immediately وزن قد ايه؟ اقل من ثانيتين. فحد بيشوف البرفيوجن ويقول لي مبروك الهارت سليم، وحد تاني بيشوف الكلر في ساينوزس ولا لا، وحد بيكشف صدره عشان يعرف احنا في انهي درجه من درجات الريسبيراتوري ديستريس. احنا معنى كده ان احنا محتاجين البي سي دي، بي سي دي، بي فور بيرفيوجن كالر اند ديستريس. يبقى يا جماعه اول ما الطفل هيدخل هكشف على ايه فيه؟ هكشف على الفايتلز وهكشف جنب الفايتلز على البي سي دي. جميل. بس كده؟ لا. دلوقتي ناس كتير منكم اللي معاها نوتس واللي معاها مثلا ايفون عندك بالس اوكسيمتر في، مش كده؟ مش عندكم بالس اوكسيمتر؟ بالس اوكسيمتر ده انتوا عارفين فكرته ايه؟ بيشوف لون الهيموجلوبين ايه؟ بينور في صباح حضرتك ويشوف لون الهيموجلوبين ايه؟ ويطلع لك نسبه الاكسجين اللي موجوده جوه دم حضرتك. الكلام ده يطلع في قد ايه؟ في ثانيه. في ثانيه نقدر نعمله، يا دوب بس تحط يور فينجر كده في ثانيه واحده يطلع الاوكسجين ساتوريشن قد ايه؟ وكلكم عارفين ان في فرق بين الساتوريشن والبريشر، انا مش هشرح. انتوا عارفين الساتوريشن الاوكسجين اللي على ايه؟ اللي على الهيموجلوبين، والبريشر الاوكسجين اللي دايب في السيركيليشن. اوعى تفكر ان الاثنين كل واحد لوحده. يا ابني لو الفلوس كتيره في المكان ده بتبقى كتيره في المكان ده، كتيره في المكان ده الخير بيعم على البلد. ويا ابني الاوكسجين لو كتير على الهيموجلوبين هيبقى كتير في البلاد. يعني الاثنين بروبورشنت ولا ديس بروبورشنت؟ بروبورشنت مع بعض. فلو قست ده طمنت على ده، يعني ما حدش يقول لي هو ده رقم وده رقم. بس الاثنين مرآه لمحتوى الجسم من الاكسجين. فيبقى حضرتك لازم تقيس الساتوريشن ده الاسرع والارخص او تعمل ارتيريال بلود جيزس. عندك واحده من الاثنين دول. يعني اعمل ساتوريشن وارتيريال بلود جيزس وتعالوا نتكلم عن الساتوريشن. ده جهاز البالس اوكسيمتر القديم. دلوقتي جهاز البالس اوكسيمتر دلوقتي انا بقول في ركن كده شنطتي صغير قد الميداليه، حاجه كده يا دوب مشبك تحطه على الصباع وبطاريه بيقرا. بس ده الجهاز القديم اللي هيمتحنك عليه.
خد بالك هو بيقيس الساتوريشن يعني الهيموجلوبين قد ايه شايل اكسجين، والنورمال انه يكون اكتر من كام؟ من 95%، والارقام حبس. ثانيه واحده، طب ايه رايك لو قرا 100%؟ كويس جدا. طب لو انا اديتك اكسجين زياده عن احتياجاتك ينفع يقرا اكتر من 100%؟ هل من الوارد ان يحمل جزيء الهيموجلوبين 5 جزيئات من الاكسجين؟ غير وارد. لكن هل من الوارد ان البلازما تشيل بريشر اكتر من 100؟ عشان كده الارتيريال بلاد جايز تقدر تقول لي ايه الحق انت بتدي اللي عنده اكسجين زياده والبريشر 200؟ عادي زباله كبيره اتفوقت، بس انا شغاله خير. مركزين معايا؟ البالس اوكسيمتر مهما انا حطيتك على اكسجين، يعني لو انا جبت واحد فيهم سليم دلوقتي وحطيته على اكسجين 100%، تتوقع البريشر اوف اكسجين عنده يبقى كام؟ 200؟ اكتر من 200. لكن الساتوريشن اقصى رقم فيه كام؟ 100. يبقى الجهاز ده وحش ولا حلو؟ وحش. ما يقدرش يقول لي يو ار جيفنج مور اكسجين ولا لا؟ هو يقدر يقول لك الولد ده هايبوكسيك ولا لا؟ طب عيب تاني. انتوا عارفين يا جماعه هو بيقرا ايه؟ بيقرا لون صباعي. طب وفي الناس السمره قوي ما بيعرفش يقرا؟ طب مش هو بيقرا لون صباعي؟ طب ولو انا شفت او تنجرين في ايدي ما يعرفش يقرا؟ طب مش هو بيقرا لون صباعي؟ لو انا عندي هيموجلوبين مرضي ميت هيموجلوبين مش هيعرف يقرا. اذا هو معتمد على لون الهيموجلوبين وحاجات كتير تلخبطه. نقرا مع بعض. It is simple وreliable لان البالس اوكسيمتر الكبير دلوقتي قد البتاع اللي في ايدي دي، قد الداتا بريزنتر اللي هيفيد. ماشي. It cannot measure hyper oxygenation. اكتب ماكسيمم عنده 100%، ما بيدينيش اكتر من كده. فولس ريدنج ان شارك ودارك سكان وميت هيموجلوبينيميا بيدي ارقام غلط لانه معتمد فقط على لون الهيموجلوبين فقط لا غير. وفكرت تاني انه جهاز البالس اوكسيمتر، بصوا لي يا جماعه، يقدر يقول لي ان في هنا اكسجين ناقص. ايوه. والساتوريشن يقول لي لون الهيموجلوبين ده 75%، لما احمله كده يقول لي 100%، لكن مهما حملت اوبشن زياده وزياده 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 هو اخره الرقم ده 100%. مين بقى اللي يقدر يكتشف ان في اوبشن زياده في السيركيليشن؟ الارتيريال بلاد كيس. ثم ده هيتخدع باي هيموجلوبين مريض. هيتخدع لو ما قدرش يشوف الهيموجلوبين في الشوك او شاف الهيموجلوبين مختلف في الميت هيموجلوبين. نقرا الارقام. النورمال فوق 95 والارقام كلها حبس. تحت 95 مايل هايبوكسيا، تحت 90 مودريت هايبوكسيا، او تحت 85 سيفير هايبوكسيا، والارقام كلها حبس. اما الارتيريال بلاد جازس فحدث ولا حرج. احنا قلنا الساتوريشن بيقيس الاكسجين، اما الاي بي جي بيقيس الاكسجين والكربون دايوكسيد والبايكارب والاسيد بيس بالانس. اقول اكتر من كده؟ لا. ده تقدر تديني اذا كان انت واخد اكسجين مور ذان نورمال ولا لا. لكن السؤال الاهم، هي ملهاش عيوب يعني؟ يكفيك بس انك تعرف ان اسمها ارتيريال بلاد جازز، يعني بدخل جوه الارتري وده ممكن يعمل في ساعات جنجرين. يكفيك انك تعرفوا انها السامبل الواحده بتتكلف 150 جنيه. انا بعمل بلس اوكسيمتر على الاقل 10 مرات في اليوم. بعمل اي بي جي 4 مرات في اليوم، يعني بضيف على العيان تكلفه 1000 جنيه، بينما البلس اوكسيمتر لا يتكلف جنيه. هو الجهاز دلوقتي ب 500 جنيه كله على بعضه، وبيعيش معاك فور لايف، يبقى التكلفه نقل. لكن تكلفه الاي بي جي اكسبنسيف وانفيزيف، لكنها تديني معلومات اكتر. نعم. الاي بي جي بتاسس الاكسجين والفنتيليشن والاسيد بيس بالانس. عيوبها انها انفيزيف. الارقام النورمال بتاعتها زي ما انتم شايفين. بعد اذن حضرتك كلمه انتربريتيشن اكتب انظر العملي. مين فاكر الاي بي جي كان صفحه كام؟ 86 87 او 87 صح؟ تاني صفحه في الاي بي جي هتتكتب كلها هنا. نعم يا دكتور، انتوا فاكرين الجداول؟ اوكسجين من 90% نورمال، تحت 70 هايبوكسيا، تحت 50 هايبوكسيا في ريسبيرتور فيلير، تحت 35 سنترال ساينوزس، فوق 100 يبقى ايه؟ اير ان ذا سامبل. فاكرين الكربون دايوكسيد؟ من 30 لتحت 30 هايبر فنتيليشن، فوق 50 هايبو فنتيليشن، نورمال فنتيليشن من 35 ل 35. كل هذه الارقام تنقل هنا.
في الريتنج. يعني ده لو جالك سؤال ريتنج حضرتك لازم تكتب صفحه الاي بي جي كلها من هناك. ارسم له رسمه، ارسم له رسمه. حد فاكر الرسمه اللي هي اسيدوزس ولا الكالوزس؟ ولو اسيدوزس نبص يا زياده فين؟ يا نقص فين؟ في البايكارب. بتكتب ايه؟ اعمل الكلام ده. ايوه اكتب كمان، ارسم الرسمه. يلا معقد الناس، الكلام ده مطلوب، مكتوب مطلوب جنب الانتربريتيشن. الكلام ده مطلوب، الدكتور البريدي حاطه في الكتاب النظري. يعني الموديل انسر هتبقى كده اساسا، ده مش افوره دي، ده دي الموديل انسر. الرسمه بس هي بزياده. الحاجه الوحيده اللي هنتميز بيها عشان نقيس زمايلنا اكتر الرسمه. اقلب الصفحه عشان الناس ما تتوهش. هو احنا بدانا شفنا مين؟ بصوا هنا 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 الفايتلز، وبعدين شفنا الايه؟ البرفيوجن والكالر والديفيو اوف ستريس، وعملنا حاجتين بالس اوكسيمتر والاي بي جي. ده كل اللي عملناه من اول ما بدانا. الكلام ده يخلص في قد ايه؟ It should not take more than 2 minutes. واو، هو صفحه عندنا لكن هم دقيقتين في الحياه. ده الطفل بيموت. عشان اخد قرار، هو الطفل ده محتاج اوكسجينيشن ولا محتاج فنتيليشن؟ سي او 2 عالي، محتاج فنتيليشن. اوكسجين قليل، محتاج يلا نعمل الاوكسجينيشن. الاوكسجينيشن ده سهل جدا يا جماعه، عن طريق ان احنا بنجيب حاجه اسمها اوكسجين سورس. الاوكسجين سورس حاجه من ثلاثه، يا سيلندر، في جهاز يا جماعه ثمنه 2 مليون جنيه اسمه اوكسجين كونسنتريت. في ناس كده فور فان بتشتريه في البيت فور فان، بس مش النوت ايجنت. الجهاز ده يزود لك تركيز الاكسجين في البيت شويه 23 24 25%. ده بيخلي يعني ده بيحسن المود. صح يعني؟ اه ده مصنع مصغر، انتوا عارفين مصنع انابيب الاكسجين؟ خلاص انت هتبقى مدير كويس. نزلت لوحدك. الاكسجين كونسنتريتور ده مصنع صغير بيخزن، يعني بيصنع اكسجين. انتوا عارفين طبعا بيفصل الاكسجين عن النيتروجين ويحطه في انابيب، لكن ده في البيت عادي ممكن استعماله، وممكن تاخد منه الاكسجين وتحطه على المصنع بتاع العيان. في حاجه ثانيه في المستشفيات اسمها وول سورس، اللي هو الحيطه طالع منها اكسجين. وفي مستشفيات متخلفه بتستعمل انابيب. وانتوا عارفين انابيب الاكسجين في مصر مش هتلاقي دي انابيب الاكسجين في العالم، بيبقى شكلها نظيف كده وستانلس نظيفه. في مصر بيبقى غالبا تحتها صراصير. تمام، يبقى ده السورس. هو احنا امتى هنستعمل اكسجين؟ ثانيه واحده، لو لقيت الاي بي جي فيها هايبوكسيا يا مفتري، يا مفتري. اي انسان بينهج اعرف. خلاص يا ابراهيم، اي انسان بينهج اعرف ان هو رايح على هايبوكسيا. مش انتوا قالوا ان تايب 1 فينا هجان؟ تايب 1 ده هايبوكسيا. اي انسان بينهج قبل ما يجي له هايبوكسيا حطه يا سيدي على الاكسجين عشان يرتاح. يبقى اللي عنده هايبوكسيا واللي هيجي له هايبوكسيا حطه على الاكسجين. احنا كتير بنحط الاكسجين كده تكميلي. واحد عنده كوما يديله اكسجين، واحد عنده هارت فيلير يديله اكسجين، واحد عنده شوك. انزيس ريلي ده مهم جدا. ات از سبورت للجسم، ده سبورت للجسم، سواء كان في الديب كوما ولا في السي ان اس، سوري، ولا في الهارت فيلير والشوك. لكن اهم حاجتين اول سطرين، اول سطرين عندك واحد عنده هايبوكسيا او واحد داخل على هايبوكسيا. اعرف ازاي داخل على هايبوكسيا؟ انه بينهج. ده الاربع سطور الاولانيين، هايبوكسيك ريسبيراتوري فيلير او بوتنشال هايبوكسيا، انه بينهج وممكن تبقى سبورت كده مع الهارت فيلير ومع الكوما. كم مصدر؟ يلا الثلاثه اللي في الصوره، كونسنتريتور والوول وسيلندر. هتوصل للعين ازاي؟ في مليون طريق. في حاجه اسمها ماسك، وفي حاجه اسمها نيزل برانش، وفي حاجه اسمها انكيوبيتر حضانه، وفي حاجه اسمها خيمه، وفي حاجه اسمها اندوتراكيال تيوب. في مليون طريقه اوصل الاكسجين للعين. في حاجه اسمها هيت بوكس. الصوره عندكم حلوه قوي، بصوا على اول صوره دي اسمها نيزل برانش، الثانيه هيت بوكس، الثالثه ماسك. في ماسك معدل شويه اسمه فينتوري ماسك زي ما انتم شايفين، واخيرا ممكن اندوتراكيال تيوب. تفاصيل الحاجات دي هناخدها في العمل، لان كل صوره بتيجي علينا في العمل. الفينتوري ده شكله ايه، وده شكله ايه، وده شكله ايه، وهكذا. طيب يبقى احنا عرفنا ان احنا هنوصل الاكسجين للعيان. يعني انا هديله قد ايه اكسجين يعني؟ قال لك خلي بالك، اوعى توصل اكسجين للعيان كده من الحيط على طول، ده يموته. اكسجين داز نوت كونتين هيوميديتي،
يعمل دراينس في اللنج اب تو بليدنج. حد يقول لي يبقى لازم يمر على ايه؟ الناس اللي بتشيش عارفه الكلام ده كويس. لازم طالما هتاخد لازم الميه تعدي فيها الهواء فيحصل ايه شويه هيوميديتي. فالهيوميديتي دي انتوا عارفين فكره الشيشه؟ ان الهواء بيبقى سخن، مش عارفين فكره الشيشه. الهواء اللي نازل من بس يا شباب يا ضايعين، يعني لازم تفضح نفسك وتقول ان حضرتك بتشيش. هنا في فحم يا جماعه وتحتيه تباكو. اشرح كمان ايه هو الفحم ده؟ بيحرق التباكو. وركز معايا، الهواء بينزل كده سخن جدا، الهواء جاي اصلا معدي على الفحم فحرارته عاليه جدا، الهواء حرارته عاليه جدا، فيقوم ثانيه واحده هينزل هنا كده. وحضرتك ركز معايا حضرتك بتشد من هنا. لما هتشد هنا اجباري الهواء هينزل هنا يعمل بابلز ويسقع ويطلع هنا like this. It now contains the tobacco but it does not, it is not hot. فهي دي الفكره، انه بيعدي على الميه دي حضرتك فيسعى. ودي كل الفكره دي اصلا جت من ايه؟ من الفنتليتورز، او هم خدوها مننا. يعني انا ما اعرفش مين اللي عمل الثاني الاول، يعني لو احنا عاملين دي الاول كل الفنتليتورز كده فيها شيشه من جوه. اوكسجين شود بي هيوميد اند وور. ثانيه واحده، الانابيب دي بتبقى ساقعه جدا، المره دي بندفيها شويه عشان تبقى زي اللنج. خلاص بتيجي مره الدكتور بيقول لي كان سؤال في الامتحان اوكسجين شود بي هيوميد اند كولد، فكل الناس اللي بتشيش قالت صح. ليه؟ لان فعلا هو هنا وظيفته انه يسقع. لا، احنا بناخد الهواء سخن هنا في الاوكسجين سيلندر دي بتبقى ثلاجه، فاحنا هدفنا ان المايه تبقى دافيه شويه فتخلي الاوكسجين اللي طالع مرطب بس وور. الحاجه الثانيه، احنا بنستعمل اقل فتره من التركيز واقل تركيز. في ناس تقول لك اديله 100%، يا عم انت بتديله فلوس تصرفها 100%، ده ايريتنت 100%، ده بيدمج البرونكار بيدمج الار. فاحنا بنقلل التركيز على قد ما، لو تعبان ب 20% خليهم 30 40 50 لكن مش 100% ولاقل فتره ممكنه، لان كل ما هنطول كل ما هنعمل برونكو بالمونري ديسبليزيا. يعني هنقرا ثلاث سطور دول، كيب اون ذا ليست بوسيبل اف اي او 2. يعني ايه اف اي او 2؟ بتوع كليه هندسه لو عديت الكوبري هتلاقي مكتوب كده اوكسجين كونسنتريشن ورمزها كده او 2 سي. حد عارف الاوكسجين كونسنتريشن في الهواء كام؟ 21%. فبتوع كليه الطب شايفين نفسهم شويه، قال لك احنا هنمشي بنفس الكلام بتاعهم، لا احنا نعمل رمز لينا لوحدنا. قال لك الاكسجين ده بالنسبه لنا حاجه احنا بنستنشقها، قال لك هنسميها ذا فراكشن اوف اوكسجين ان ذا انسبايرد اير، وسموها اف انسبايرد اي او 2. 21% برضه، عشان حد يفتكر ان الرقم اختلف، هي برضه 21% بس اسمها اف اي او 2. ده رمز طبي عشان نفرقه عن بتاع الفيزكس. بس قمة الرزالة والهيافة، وفرحانين جدا بنفسنا واحنا بنقول اف اي او 2. ماشي، اقرا بقى كرنتلي، والكلام ده يتكتب بالنص كرنتلي. قال لي ده كرنتلي ده اروح 15 سنة كرنتلي، دي اللي نشاطين يشيلوها من المنهج. ده ترم اف اي او 2 فراكشن اوف انسبايرد اوكسجين، مفهومة؟ بيريبليس اوكسجين كونسنتريشن، يبقوا انتوا فاهمين ان اوكسجين كونسنتريشن هي اف اي او 2. احنا هنستعمل المينيمال اف اي او 2 لاقصر فتره ممكنه، اللهم الا واحد ارست يقول لك لا ما تديلوش 100% عشان يزيد. يا ابني ده ارست، احنا بنسعف واحد ساينوز، هو بعد الساينوز الوفاه تقلل ايه؟ يبقى في حاجات معينه ما بفكرش فيها ان انا بريزيرف اللنج، ادي 100% ويجيف 100% في حالات الساينوز والبوست ارست. السطر الاخير ان ذا بريزنس اوف ساينوزس ستارت وذ 100% اوبشن، اذروايز خليك على 40 50 60%، وبني ادجست بعد الريست ان شاء الله 10 دقايق ريست ماكسيموم.